يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر، صدق الله العظيم. هذا على القرآن، فهل القرآن الكريم نزل في ليلة القدر؟ وما هو التفسير الصحيح؟ أي هل نزل كله في ليلة القدر؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يقول الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ويقول سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. والليلة المباركة هي ليلة القدر. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في تفسير إنزاله في هذه الليلة على أقوال، أصحها والله أعلم أنه ابتدأ نزول القرآن في ليلة القدر، أنه ابتدأ إنزاله في ليلة القدر. القرآن كما يطلق على كله يطلق على بعضه، يسمى قرآنا. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير الآية أن الله أنزل له جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة سماء الدنيا، ثم نزل مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم بحسب الوقائع والحوادث، الله أعلم. الحاصل أن هذا القرآن أنزل في ليلة القدر، إما بأنه وهو الصحيح أو الراجح ابتدأ إنزاله في ليلة القدر وتتابع بعد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم حسب الحوادث، أو أنه أنزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة ثم نزل مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن لا شك أنه كلام الله، وأن الله سبحانه وتعالى تكلم به حروفه ومعانيه، ولا شك أنه كتب في اللوح المحفوظ، ولا شك أنه أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل، كل هذا لا شك فيه، أما كيفية الإنزال فالله أعلم سبحانه وتعالى بذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.